واش انت اختي دايره الصودو مع المناش؟ واش انت اختي باغا تخدم معاها؟ قالوا لي العيد كاين وانا دارت لك كذا. هذه اللي ما عندهاش جلابه وما عندهاش باش تصل جلابه في هذا العواشر. شوفي لي شنو غادي تلبسي. شوفي شوفي لي اختي. شوفي شوفي جبت لك الثمن. قربي عطيني ودنيك اختي، عطيني ودنيك بمناسبه هذه العواشر هذه. شوفوا لي لو كول 300 درهم جلابه دو بيس. هذا راه ماشي ديكيداسيون، هذا راه انتحار. هذا الفيديو بالضبط كلشي غيتكسب من عند اختي نزهه. مرحبا بهذه اللي لابسه لاله جميله. يخليك لي ليا لاله وبناتي، يا تاع قلبي بنت بلادي وديال قلبي. و 300 درهم البنات اقسم بالله ما كانت تاخذها شي وحده اخرى يا خيتي من غير 500 درهم اللي كنتي الكبيضه 300 درهم. ديري لكم البنات قفطنات جدادين وغير 200 درهم. اليوم عند نزهه راه ما كايناش اللي غتمشي بيديها خاويه. اقسم بالله وما جيتي وما جيتي يا خيتي ضربك بواحد القرصه. واحد القرصه ماشي نقرصك يا خيتي. يا البنات الدو بياس يا اختي ديال 400 درهم كتغوت بياسه وحده يا البنات. شوفوا البنات راه عرفتي شنو راه حبسه البكيه نزهه غادي تسطى مسكينه غتحماق. قلت لها راه قلت في الفيديو باقي غنبقاو في 300 درهم. قالت لي والله ما بقى. قلت لها دابا قلتها ولي كانت قالت لي والله ما نبخلها على صحاباتك غادي نجيب لك واحد لا بيس غادي دوزيها ب 300 درهم عوض 500. اقسم بالله اليوم هذه كانت غتحط 500 درهم. سعدات لي غادي تبغي تلبس الاواخر. ها هي اختي مرحبا كلشي موجود عند نزهه. فهمت فين درات عليا فين ما مشي. اجي تشوفي صحابات من النمر صحابات من النمر بانوا يا البنات. شوفوا لي الجلابه شحال اكس لارج. ها انت اختي جلابه ديال 1000 درهم 12000 ريال ولكن راه تهضر غير بوحدها. يخليك لي لي يا اختي الناس عروسه ما فيك ما يخيط اختي. اجي تشوفي جلابيتك اجي تشوفي جلابيتك وسمعي لي الثمن. قربي 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 نوريك اختي يا اختي يا اختي. شوفي تبارك الله المحل كله ليكيداسيون. يلاه جلابه ديال 10000 ب 6000 ريال عيطه شارع 10 مارس. اللي جاي من المدينه كيجي من هنا كاينه قهوه الحوزيه الحريه كاينه الشركه العامه. ها هي البنات اون فاس مع لا غيال داكوغ اللي طالع المارشي كريو دارو مهمات الشارع الرئيسي. هذا هو الشارع الرئيسي 10 مارس. دونك نعاود نقول لكم البنات اللي جاي من المدينه غيجي من هنايا نيشان غتفوتي مختبر اولا مركز طب الاسنان البهليوي وغادي تلقاي الشركه العامه لا غيال اللي اون فاس معاها داكوغ. واللي جاي من مارشي كريو غادي يهبط حتى الشركه العامه وغادي يدخل مع هاد البلاصه معروفه بالشجر اللي فيها فوالا. وهذا هو المحل ديال نزهه مود اوفيسيال البنات. مرحبا حبوباتي الغاليات مشتركات وكذلك مشتركي قناه جميله. كي دايرين لاباس عليكم عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه ان شاء الله وما نويتو. انا كده عرفت فين كاينه كنتواجد عند اختي نزهه. مرحبا بك جميله ومرحبا بالمشاهدين ديالك. الله يحفظك نزهه مود وما لا يعرفها. هي البنات تبارك الله البلدي على حقه وطريقه وحاجات مضخمه وجلابه غتلبسيها غتلبسي البلدي بالصح البنات. الو غادي نبداو اليوم نزهه بهذا الجيل نبداو جلاب ولا بالقفاطن ولا لان اليوم دوتيني كوليكسيون كتحمق عند المستعمل وعند الجديد ولكن في جديلبات ما كاين غير نيو 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 يا البنات. بمناسبه العواشر جديلبات تيحمقوا اللي كانوا ب 500 درهم وب 700 درهم اليوم فيهم واحد ليكيداسيون ما يمكنش الخيال العلمي. جلابه ستوندار كلشي لبسها كتلعب على الكتيفات باش كتجي الفصاله ديالها رويقيه. دابا انا كنلبس ميديوم هذه فيها شحال عبري اختي عبري عبري عاودي عبري الله يعطيك صحيحتك اخويتي 32 تخيلي كتلبسي تخو. انا عارفه هذه شهوتك فيها. شوفي لي لا كولور وشوفي لي هذا البرا الشرقيه البنات ديك اللي كدير هكذا وكتثقب يا اختي ديك طقطق على بالكم هي هذه. المهم زواقه غزاله فينيسيون روعه يا البنات. والثوب كما قالت لي راه غير الثوب عليه واحد 200 درهم ف 100 درهم ما قيمتها وحده ولكن حنا بغيناك تلبسي الفريع. دونك هذه غتبقى غير ب 300 درهم سارعنا وبياسه وحده ما فيهاش جوج اختي ما كاينش الدوبل. شوفي ليا البنات شوفي ليا لا كولا هذا البيستاش ولا هذا الفيغ او بارد مع الفيولي مع الانوي اختي انوي اختي بلاتي نزيدك اتصالات المغرب والاورانج بلاتي. ايوا يا اختي عاوتاني على صحابه التاويل وصحابه الغرزه البلديه جاب لكم واحد الجلابه الخيال. انا قلت لكم اليوم ليكيداسيون واش انت اختي دايره الصودو مع المناش؟ واش انت اختي باغا تخدم معاها؟ قالوا لي العيد كاين وانا دارت ليكيداسيون. البنات هذه جلابه ستوندار تلبسها من الميديوم لارج حتى للدوبل اكس لارج تلبسي كيما بغيتي.
تتحمق وتتخلي بلاصتك. توب جيم بعدا نبداو لا ماتيغ. ديما تنبدا لكم لا ماتيغ هي الاولى. شوفوا ليا اللي كيجيو فيه واحد الغماج منه فيه. وبيان سور لا بغودي غير البنات هذا درس الغرزه بوان دو كوان. عرفتي كي دايره والبلوكاسي هذه تصلح للمعتمره الحاجه العروسه نفيسه يا اختي ويا اختي. شحال كانت الثمن ديالها؟ هذو كانوا 500 كانوا ب 500 درهم اليوم حصريا دو بيس. كاين هذا البيض هذا اولا بيضه هي بصراحه راه بيضه بيس. هذه كاينه بيس وحده لا ما فيهاش زعما القميص لا بوحدها تبارك الله ما شاء الله. علاش تحتاج القميص؟ علاش تحتاج القميص هي تبارك الله كلها بغودي وفيها تراب. يعني كاينين جوج بياسات، كاينه هذا البيض هذه اللي شويه كاسي نسموها بلون كاسي، وكاينه ترابين غنلبسها لكم البنات. غير بغيت ناكد لكم على الثمن. غتاخذي جلابه ب 500 درهم عند اختي نزار غتزيدي 100 درهم وغتاخذي اختي جوج. تخيلي معايا هذه هي اللي كنسمي انا ليكيداسيون ديال بصح ليكيداسيون. تبارك الله سلعه كثيره. ومن عيطات لي قالت لي جميله غير اجي غنديروا ليكيداسيون في المحل كامل. يعني كلشي اللي جات تجمالات اللي بغات اللي جات تاخذ تدي الهمزه، لان في هذه العواشر هذه غادي تبيعها ب 500 درهم. الجلابه اللي كانت كدير 500 درهم 300 درهم. شوفوا لي هنا، شوفوا لي الطريزه هنا، اجي نوريك عاوتاني. شوفوا لي الطريزه في الجلايد كبيبره وخلاص. الطريزه اللي كتجي هنا في الصدر. دونك هادو جديد بات فنين. هادي راه كتلبسها البنات 33 في الربع 300 درهم. شوفوا لي الثوب الكريب الاوفر سايز. البنات اللي كيمشيو تبارك الله العرض مرحبا بكم. غادي نقرب لكم باش تشوفوا لي هاد لا كوليكسيون. راها طارت ما شاء الله بقاو فيها 3 بياس. شوفوا لي هنايا كتجي كلها مطروزه، وهنايا فيها البيرلاج داكور. هذا كله اون بيرلاج من هنا ومن هنا، وبيان سور في نفس الشكل دائما في الكتف الاخر. وهنا الطريزه نفس الطريزه كتجي كبيبره، وبيان سور اللي قلنا اللي كتجي هنا في الجلايه. دونك غير 300 درهم فيها هاد لاكولوغ 3 بياسات. عقلوا البنات 3 بياس هادي 33 باش ما تقوليش لي راه قلتي جميله شي حاجه اخرى 33. ولكن راه تتحمق البنات. جلابه فنه فيها نوار لا تاي. هذوك غير 29 29 يعني اختي لارج والاكس لارج. شوفي لي عاوتاني حتى هي نفس الخدمه نفس السايل. ها هي جلابه ديال 500 درهم اختي 3 بياسه مدام. يلا اختي بالي قبل ما يسالي ثلاثه البياسات هانت فيها هاد البيج كريمه وفيها النوار وفيها المارو حصريا كما قلت لكم المحل كله ليكيداسيون. يلا جلابه ديال 10000 ب 6000 ريال عباد الله. غادي نبقاو دائما في 300 درهم وغادي ندوزو لنفس الموديل، ولكن هاد المره في لولان. عرفتي واحد لاتوش فنقول لكم مش نفس البغوط ديال البنات كامله. عرفتي كي دايره هادي راه ما يمكنش الثمن غير 300 درهم البنات 6000 ريال. برعي لي راسك اختي. شوفي والله العظيم الدنيا ما كتسوى حاجه. برعي راسك اختي تهلاي في راسك. الى عندك جلابه خذي جوج، ولا عندك جوج خذي ثلاثه. والعواشر هادي اختي فقسي لي العديان طبقي ليهم القلب. شوفي غتلبسي جلابه الفريق. شوفي لا كولور ميديوم لارج اكس لارج فقط. كتحمق على الكحل يا اختي. ايوا قال لك ما يلبسش الكحل على الفحل. ها انتم البنات نفس الثوب حتى هي في لولا نفس البغودري ها هي، ولكن هذه البنات مخزانيه وتا هي طاي ستاندر. دونك بغيتي الناس ديال ميديوم لارج اكس لارج كتعجبهم هاد لا كولور ها هي. بغيتي اختي ستاندر المخزاني ها هي الايفازي المخزاني. هذه كتجي حد قطب كتحمق. دونك حتى هي غتبقى بنفس نفس الثمن. وشوفوا لي الخدمه كيفاش كتجي غزاله فنه وكلشي يلبس مع نزهامو. ها نتوما يا البنات يلا اختي. واي لون درتيها في بالنسبه للناس الفوالي يجيها تيحمق. دونك غادي نبقاو دائما في 300 درهم. في لوبرجين هذا تتحمق فاش ما خدمتيها تبارك الله تجي غزاله ولا شي حاجه هكا ملونه. دونك البنات نبقاو ديما في 300 درهم. واحد الجمله كنت قلتها في الفيديو اللي فاتت قلت لها نزهه حمقاتني الجلابه اللي كانت لابسه. كانت لابسه هنزه بزاف الناس عيطوا لها قالوا شنو كنتي لابسه وشنو اللي عجب جميله. الله يحفظكم ليا الله يطول لي عمركم. يعني الناس تتبعك شنو كتقولوا برافو عليكم هكا نبغي كي لاله مولاتي. دونك هذه هي الجلابه اللي كانت لابسه فحالها نزهه تري سامبل ولكن في الخدمه ماشي اللون لا ماشي با لا ميم كولور ولكن الخدمه ديالها كان القبيب ديالها كيجي هكذا مبطل. شوفوا ليا والثوب هذا شمن ثوب هذا لولا لولا ولكن هكا ستيل اكارو. شوفوا ليا الخدمه. شوفي ليا السنينات. شوفوا البنات راه عرفتي شنو راه حبسه البكيانزه غادي تسطى مسكينه غتحماق. قلت لها راه قلت في الفيديو باقي غنبقاو في 300 درهم. قالت لي والله ما بقى. قلت لها ودابا قلتها ولي كان قالت لي والله ما نبخلها على صحاباتك غادي نجيب لك واحد لابيس غادي دوزيها ب 300 درهم عوض 500. اقسم بالله اليوم هذه كانت غتحط 500 درهم سعدات لي غادي تاخذها. دونك بالنسبه للطاي جو بونس هي 31 واحد عبرناها بصاله كتلبس ولكن شوف دابا هذه وهنا كانها ميديوم هي راه فيها 31 في الربع يعني ستاندار البنات. شوفوا لي حمقاتني الخدمه
تيولا تري سامبل كتحسي براسك لابسه شي جلابه نيت دايره 1400 والله تدير حتى 1500 درهم. دونك ركزوا لي على لي ديتاي البنات السنيلات كيفاش مخدومين عرفتي تشوف في هاد باردون شار في هاد لا كولور الهبال الكارو في النيود واعره فيها واحد الكريك هكا كلير زاهر فنه كتحمق جلابه رويقيه والثمن ديالها اليوم كادو كادو ليك اول حاجه نقول اقسم بالله العظيم الا كادو مفرقع. شوفي لي اختي شوفي لي لا موسلين قميص ديالها بلا موسلين برودي يا البنات شوفوا لي شوفوا لي لا بغودغي تالي الهابطه وشوفي لي الجلابه حتى هي كتجي برودي من لي دو كوتي ديال الكول كامل 400 درهم البنات لا كولور غزاله شي حاجه طوندونس هاد النيود هذا مع الخضر الملكي وبيان سور متروزه حتى من الظهر ديالها ديال الكميمات شفتوا شي حاجه الخيال العلمي راه ما يمكنش كتلبس هي حتى الدوليك من 30 حتى 32 تلبس يا الطويله والعريضه يا اختي بياسه وحده البنات غادي نبقاو دائما في الموديلات اليوم غنديروا لكم وحده هكا وحده هكا بغينا نوريو الناس ونعرفهم محل ما شاء الله ديال نزهامود. هذا ثاني فيديو البنات المهم اللي ما شافش الفيديو الاولي عاود رجع ليه ولكن اليوم فيديو حصري مع جميله اونلاين يلا دخلي معايا مرحبا واعره انا غير بسولك تتحمق هذه البنات لاطاي ديالها تتلبس ستوندار يعني من الميديوم حتى الدوبل اكس لارج انا ميديوم شوفوا لي كي جاي هذه دابا فيها 32 ولكن الا شفتيها كيما قلت لكم كتلعب على البصال شوف الفوقاني البنات سميتو شونطون والتحت اون فاتو شونطون بيان سور والتحتاني داير بحال الشكل ديال الكريب جورجيت بلا موس شوف سلك سلك الشكل ديال جوهره شفتو كانك لابسه جوهره وبيان سور برودي من لي مونش برودي من القميص كامل تيحمق تيحمق الثمن ديالها غير 400 درهم هادي كيما قلت في الاول بياس انا فاغاتي ها البنات راه كتعرفوني ملي كنهضر اختي اليوم راه ما يمكنش شوفي بياسه كنقصد عاوتاني كنعاود نقول لا كوليكسيون ديالها سالات كامله بقات بياسه وحده 400 درهم بقات تلبسي الفري دو بياس كتحمق ديال 1000 درهم غير 400 درهم ماشي جري ودرت يا اختي وعيطت لي درتك معايا هاد الجلابه حتى هي دو بياس نفس الثوب غير بيان سور هذا اللي لتحت حتى هي مبودي بهاد نفس الطريقه مي هادي البنات الكريب في البيستاش تحمق تتلبس الميديوم والله اليوم غادي نقدم لك جلابه دو بياس فيها جوج بياسات فقط وكلهم في الكحيحل شوفي لي اختي شوفي لي الكول اوفيسي شوفي لي القميص كيفاش كيجي هكا بتول وفي هاد لي بوند غاديين كاملين هكا بالجون فودها بحال شكل المبره تيحمق تيحمق شوفوا شوفوا لي تويب كيفاش داير وبيان سور هاد الفوقانيه البنات دها دو سوا هادي فيها بجوجهم بجوجهم فيها كيلبسوا حتى 30 يعني تلبسها سمول والميديوم واللارج انا فصلتها فصاله غزاله الثمن ديالها هو الصدمه اجي نقول لك الثمن قربي عطيني ودنيك اختي عطيني ودنيك بمناسبه هاد العواشر هادي شوفوا لي لو كول انا غادي نوريها لكم كيما قلت لكم دو بياس فقط وبجوجهم نفس لاطاي داكور هادو غير كادو هادي اللي ما عندهاش جلابه وما عندهاش باش تفصل جلابه في هاد العواشر شوفي لي شنو غادي تلبسي شوفي شوفي لي اختي شوفي شوفي الثوب شوفي الثوب قميص بوحدك تلبس شحال بياس قميص خطير خطير هذا الشتاء تسالي منو تسالي وحلي اختي ديري هكا يا ديريه كارديغو من الفوق يجي تيحمق وتيفسل شوفوا لي البنات الثمن ديال هاي الكبيده ديالي غادي يبقى هو 300 درهم 300 درهم جلابه دو بياس ايوا قولوا لي عاوتاني نزهاب وما تهلطش فينا وقولوا لي راه ما دارتش ليكيداسيون هذا راه ماشي ليكيداسيون هذا راه انتحار البنات 300 درهم يلاه اختي شوفي جوج بياسات اللي كاينين من الاخر نقول لك صافي الطاي اللي كتلبس مول ميديوم ولاغش تيديري معاها زيف كحل خضر صفر احمر المهم الخبار في راسك البنات البنات اللي كيسولوا على جلابه دو بياس بالقميص اللي يكون متروز القميص اللي تقدر تلبسو لالا مولاتي في الدار هكا في الا مشات عند ناسها وبغات تحيد جلابه ولا مشيتي شي مناسبه وبغيتي تولي جلابه تبقاي لابسه غير قميص باهت يختي في هاد الوقيته هادي انا يا لالا مولاتي وكيجي تا هو بغودي نفس ستايل بيان سور جلابه حتى هي متروزه نص السوق كامل شوفي وفايت خير فايت تبارك الله الدار الكبيره يا البنات شوفي ليا المونش كيفاش كتجي مخدومه فيها جوج بياسات قطعتين لا غير يا البنات جلابه ديال العواشر تتحمق شوفوا لي المهم اللي بغات لي كولور باستيل ماشي خبي عليكم علاش درتي هادي نقطعو بلا هادي اللي بغات اللوينات الباردين الرويقيين الغزالين مع شي شارف فيركو ولا في الدوله كيما دايره انا ولا في لان لا كولور ديالها هادي ترابي غادي تصومو شويه انا غنوريكم هادي اللي ترابي فونسي شويه عليها شويه البنات باش كتبان لكم هادي بحال شويه غادي تصومو
هادي بالبلمالين بيان سيغ ما شاء الله تبارك الرحمن تتهضر غير بوحدها. دونك جوج لي ليبيات هانتي اختي القميص عاوتاني هادي حتى هي لا موسلين. دونك هادي تقدري تلبسيها بوحدها قميص يعني تستغليه داكوغ حتى هي دائما دوبل مونش. هانتي هذا الموسلين هذا الناس دومي سوا دونك هذا هو اللي قلنا عليها جلابه اللي تقدر تلبسي القميص ديالها بوحدها. الثمن ديالهم البنات كانوا الثمن ديالهم هو 900 درهم اليوم غيبقاو 600 درهم 12000 ريال ما خيطتي ما تعذبتي ولي طاي ستاندر. بالنسبه لهذه كتلبس حتى 43 بجوج بجوج 33 مولا 3 اكس لارج. ها انت اختي جلابه ديال 1000 درهم ب 12000 ريال ولكن راه تتهضر غير بوحدها يخليك ليل يا روي اكس مرحبا بكم. وهذا البلامارين تتلبس حتى 31 يعني ستاندر داكو ودائما في الصاله مخزنيه جبنيه غزاله اختي بالصحه والراحه غادي نبقاو دائما في الميزات وفي الصال داكشي في الهوته خليكم معايا حنا راه كنشكرها تقاد تقول لي غير جميله تتشكري بزاف راه ما يمكنش البنات شوفوا لي الجلابه عاوتاني الحاجه لاله العروسه ماما تعريس ماما العروسه نفيسه كادو مطرطق بداي براسك هو الاول كما تنقول دائما دلعي راسك اختي ما تسنيش اللي يدلعك جلابه كتسطي وكتخلي بالعقل. الثمن ديالها 1400 درهم اليوم اليوم الحصري عند نزهة مود الخيال العلمي لاموسلين البنات مع الرباطي مخرم شفتو هذا باش نوري لكم ها شوفوا ليا عرفتي كتحمق تبارك الله هي القاده هي المقدره ما شاء الله والطوله والجريده عرفتي تبارك الله هذا الطواليت انا غنرجع له باش تشوفوا راه طول مني بزاف انا راه غير مكمل في يدي وصافي شوفوا ليا بسم الله شفتو البنات راه طول مني بزاف يعني تبارك الله طوله قصيره كلشي بسمها الله يعطي الصحه ما شاء الله اللي داتي ديال نزهة الراندا حتى انا كنفكر الرويندا زعما تنتنط الراندا البنات على شعره الراندا اللي بغات تخيط الراندا ما شاء الله مصممه الفري الفري اللي بغات الجم ولا اللي بغات تقصد اي حاجه بغيتو تواصلوا معها اللي بغات بحال هذه تصوبها ولا اي موديل عجبك ولا تواصلي معها ما شاء الله الا كتحط من يديها الفري. دونك كما قلنا الجلابه اللي كانت كدير 1400 درهم 1000 درهم 1300 اليوم 600 درهم ألف ريال دو بياسة شوفي ليا الصطيفة شوفي ليا لاموسلين شوفي ليا تويق كيفاش محيط الدق والضريس داكشي لا أنا قلت لك الخيالي دو بياس وغادي ندوزو كيما قلت لالا مولاتي دو بياس كلكم كتعرفوها معروفة ومشهورة اللي هي دو بياس ديال سلان البنات هاهي الطرز وسلان تتحمق شوفوا ليا تحتاني كيجي دائما بلاموسلين صطيفة الضريس الضريس فينيسيون خطيرة الثمن ديالها 1400 درهم سولدات البنات 1000 درهم في اخر فيديو سولدات ب 1000 درهم كان عليها طلب كثير بقاو فيها دو بياس فقط هذه البنات اللي بالغوص فيشيا بالمونش بيان سور دائما دو بياس بالمونش وكاينه اللون في اللون كما قلت العروسه نفيسه كلشي تقدا شوفوا لي هذه شفتوا البلونكاس شوفوا لي سنينات البنات داكوغ ونعاود نوريكم الخدمه كيفاش كتجي خدمه دياريه لي طاي ستوندار كيلبسو حتى 31 اللي عجبها شي موديل تسكرين غنشوف هاد البيضة هادي هادي عبرناها 31 يعني راها ستوندار 33 هادي كتلبس حتى 3 اكس لارج هادي البلاك هادي 31 والثمن غير 800 درهم الحصري عمرها ما تبعت البنات بهذا الثمن ولكن اليوم الحبوبات جميلة اونلاين كما قلنا ملي كنقولو ليكيداسيون كنديرو ليكيداسيون في المحل كامل يعني تقريبا ناقصة فيها شحال نقول واحد 500 درهم ولا أكثر بصح بغيتي ديال العيد وديال المناسبات وجلبات هكا غزالين وروخيين وغنمشيو دو بياس البنات دو بياس هادي فنة فنة نوار عاشقة الأسود يعني هي البنات شوفوا لي كتهبط كاملة فوق الجلابة كتهبط بالراندا وكتجي هنايا بالطريس خفيف وبيان سيغ شوفوا لي تحتاني البنات شوفوا لي شوفوا لي باش تعرفوا أنا درت لكم هكا باش تعرفوا بأنه سي لا موسلين هاد هذا توب ديال لا موسلين اللي كتجي بغودي طرز هكذا وبيان سيغ القميص كله مطروس الوغ الكريب مسلك اولا الكريب هكا اغيزي مع لا موسلين الثمن ديالها كان 1000 درهم اليوم 600 درهم شوفوا الناس اللي خداوها عندها يعني صحاباتها وكليانات ديالها اللي خداوها ب 900 درهم تنعتذر ولكن اليوم ليكيداسيون البنات مع واحد التوتي حمق
وبياسه واحد المغياج تقول فيه غزال. هذه دو بياس عاوتاني، حنا اليوم غادي نبرعوكم بدو بياس. شوفوا لي البنات اللي تحتاني لا موسلين اللي كتجي هكا مطروزه، شفتوا لي الطريزه، وشوفوا لي الوينات اللي داخلين في الدريس، سنينات عرفتي رقاقين، دريس غزال ومتيول. شوفوا البنات هذه راها كتلبس الطيات الكبار، يعني 33 يوم برعنا كلاله ودرنا لك الثمن زوين، كلشي تقدم عند نزهه. دونك شوفوا لي هنايا الدريس عاوتاني، وشوفوا لي لا بغودغي اللي كتجي في القميص، دائما صديفه هنايا. وبيان سور التوب ديالو هذا الكمخه البنات، وهابط حتى هو براندا اللي كتجي كلها هكا مخدومه بالحرير بجوج لوينات. الثمن ديالها البنات غادي يبقى هو 500 درهم. انا قلت لكم الهوته اديسيون 500 درهم، 10000 ريال دو بياسه البنات اللي كنديرها 800 درهم، ولكن راه كيما قلنا بياسه وحسيتو دائما في الكمخه، ولكن هذه المره في لا كولور بلو سيال، دائما نفس ستايل. حتى هي كتجيب لاموسين اللي كيجي بغودي. شوفوا لي الناس ديال السيال، اللي عجبتها المارون مرحبا بها، واللي عجبتها السيال مرحبا. بالنسبه لهذه طاي ستوندار كتلبس سلدو بالاكس لارج البنات، شفتوا لي القميص، سمعتوا البنات سمعتوا الصلاه والسلام على رسول الله. يا اختي عقبال عندكم ان شاء الله. شوفي لي القميص اش كي داير، غير القميص بوحدو غادي يطرزي بكثر من داك الثمن. غادي ندوزو البنات ولا غادي نبقاو في لو ميم ستيل دائما في لاموسين اللي كتجي بغودي. شوفوا لي دابا بحال هادي بهذا الثمن، ثمن 34 35، هادي كتلبس 34 35، فيها 35 في 4 يا اختي صحابه 34. دوزو لهادي ستاسيون وحدايا البنات، شوفي لي اختي الطريه، شوفي لي لا كولور غزاله، ولا غتبقى بلو ميم بري 500 درهم 500 درهم البنات. راه تبارك الله ماشي غير عريضه، عريضه ولكن تستاهلوا. اللي ما لقاتش جلابيتها عند نزاموند غادي تلقاي الموديلات الفنيين، حيت بعض المرات كنسمعوا 33 34 35، ولكن كيكونوا موديلات ما زوينينش. هي كيما كتلبس الميديوم والسمول واللارج كيما كتلبس كلاله مولاتي العريضه. البنات راني حافه تنكسي المغربيات كاملين. اجي تشوفي لي اختي دو بياس، دو بياس دياري البنات، والثمن كانت 800 درهم، اليوم غادي تبقى 500 درهم. 500 درهم يا البنات، دو بياس غزاله فنه دياريه، خدمه ديال الدار. شوفي لي اختي، شوفي لي لا موسلين، شوفي لي الدريس بجوج ديال الوينات هانتي، وشوفي لي الطريزه، وبيان سور بلا ستراس كامله. لا كولور غوز فيها بياسه وحده البنات، شوفي لي غوز داخل فيها الالوان كاملين، مغياج تقول اختي حمق. شوفي لي هنايا عاوتاني الراندا هابطه، يعني خدمه كتحمق. وهذه البنات هذه بقات فيها بياسه وحده، حتى هي داخل فيها الغوز والفيرو، بقاو فيها دو بياس، الفيرو الغوز والفيرو والغوز بالبيض. عطيني الاخرى نلبسها، المهم نفس الموديل، هادو ثلاثه غيبقاو كاملين بنفس الثمن. يا الله 500 درهم البنات. شوفي لي اختي هذه هي اللي لابسه الماركا، اللي لابسه الماركا فيها الفيرو، وهذه البنات فيها الفيشيا. لي طاي اللي فيهم هذه كبيره، هذه هانتوما تعبرها لنا نزهه، هذه 33. انا قلت لكم هذه 33 البنات، 33 اللي لابسه انا، شوفي لي اختي نبروها دابا، حنا شخاصرين الدريات كيتسناو. مرحبا بكم، هي 33 انتم الكروند طايب 500 درهم البنات، جلابه كتغوت والله العظيم، الى واحد ليكيداسيون دايزها الكلام. بغيتكم كلكم تستافدوا. يلا الكبيده ديالي انا جاي عندي شي كليانات غيتقداو دابا قبل ما نحط الفيديو. يلا ساري على الكبيده ديالي، كتعشق جلابه، كتبغي تلبس الاواخر، ها هي اختي مرحبا، كلشي موجود عند نزهه. دونك توب دوزنا الكريب عادي، دوزنا الكريب كمخه مسلك الكمخه، دابا غادي الى موسلين. دابا الكريب اخر ما كاين، كريب جوهره ولكن ستيل جديد. شوفوا لي كيفاش كيجي، داكور كيجي بحال الشكل ديال جوهره، كتجي واحد كيجي غير سامبل مات، كتجي غير هكا، كتجي كلها دوغي، لاحظتوا كلها كتبري ماشي دوغي. موديل خطير، الثمن ديالها هو 600 درهم اليوم في ليكيداسيون، اكيد حضركم الناس العزاز والناس الغاليين كليانه جميله اونلاين. غادي تبقى 400 درهم ناقصه 200 درهم في الجلابه. لي طاي ستوندار هذه كتلبسها حتى 30 31 38، كلشي يلبس من الميديوم وانت لابسه اختي. شوفي لي فنه لا كولور بيان سور نوار، وفيها بياسه، واللي بغات كثر واللي بغات تخدم ان شاء الله العيد لرمضان تواصل مع نزارة كدير اثمنه اقسم بالله فنين. قولوا لها غير جميله اونلاين ومرحبا بكم. شوفوا لي زواق المعلم، شوفوا لي الخدمه، شوفوا لي التاويد القبيب بحال الدوق الدو لو كول، داك الشيء ما كاينش هكا ولا عوجاج ولا رش ما طلع. شوف النظام ما كاينش لا فيليندرا، راه قلت لكم فيليندرا تابع لي فيما مشيت. اجي تشوفي صحابات المنمر، صحابات المنمر بانوا يا البنات. شوفوا لي الجلابه شحال غزاله، شوفوا لي الجلابه شحال كتحمق،
جلابه واعره. هاد لابارتي البنات راه كلها دراس النمر، كلها اون بيرلاج، كلها 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 داخل فيها الدوري والنوار. شوفوا لي المونش كيفاش كتجي، المونش كلها تاهي اون بيرلاج، لي دو مونش البنات، والقبيب غادي هكا بلا دونتيل، ولا كولور الخضر الملكي ومن لا يعشقه. شوفوا لي الجلابة كتهضري بوحدها، يا سلام يا سلام. الثمن ديالها اليوم من عند اختي نتا غادي يبقى ما كايناش 700، وتباعوا ب 700 درهم يا اختي ويا اختي، غتبقى ب 400 درهم. بغيت كل شيء يلبس لي طاي ديالها ستوندار، تتلبس سل 31 31. وشوفوا لي فنه فنه، طويله العريضه كل شيء يلبس معانا. قياسه وحده البنات عروسه ما فيك ما يخيط اختي. اجي تشوفي جلابيتك، اجي تشوفي جلابيتك وسمعي لي الثمن. قربي 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 نوريك اختي، يا اختي يا اختي. شوفي تبارك الله، هذا اشو هي تهضر ما شاء الله، المصممه ديالنا هي تدوي. هذا البريد باليد وكلها هذا شنو هذا البيرلاج هنا الداخل ياك، هذا البيرلاج لا ماشي بيرلاج، كيبان بحال البيرلاج، هذاك الصم وصل البريد صافي عينيا مشاو. شوفي قسما بالله، شوفي انا من قبل وانا كنقول لك عطيني داك اللي فيها زربانه باش تلبسيها، لا كيحسب لي بصح فيها العقيق ما شاء الله تبارك الرحمن. دونك هذا البنات غير البريد، شوفوا لي كان اصلا واحد كيكون طالع عالي كيبان لك بحال لابسه جلابه اون بيرلاج، وهي راه كامله بالبريد جوج الوان الحرير والصم الذهبي، حتى ينطع تيهضر غير بوحدو، تتحمق تتحمق وتبارك الله طويله. الثوب ديالها الجيم خفيف، حيت كيجي من الغليظ وكيجي من الخفيف، في واحد الغماشه هو تيحمق. شوفوا البنات كيفاش كيجي، شفتوا في واحد بحال المثلثات روعه. الثمن ديالها 400 درهم، هادشي كيما قلت لكم اللي كان 800 درهم 600 ما عرفتش عندنا 600 ما عرفتش، هما اصلا كانوا 800 درهم بقات 600 دابا اخر. شوفوا اخر اللي كيدار صعيب، بغيت تسنى ثاني الفيديو الجاي ولا شي حاجه، راه ما تيبقاوش البنات، غتبقى غير ب 400 درهم جلابه في البيض. والله العظيم الا حماقيت ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيك الصحه والله. وشوفوا البنات راه كاينه مازال العطفه كلهم هادو، لان خدمه دياريه كلهم تتكون فيهم العطفه. وشوفي لي السنينات وشوفي لي الخدمه، انا فغاتي انا فغاتي. دابا هذه اللي لابسه انا اللي كنلبس كنعاود لكم الناس اللي بداو فيديو ميديوم، هذه 33 في الربع. انا غنعاود نرجع للور وشوفوا هذه واش كتجي، راه كنت فكرت ما شاء الله على الصاله، الصاله ديالها واعره، جلابه غزاله فنه، طرز الرباطي البنات داكوغ ماشي لورديناتور. شوفوا هنا راه جوج طرزات، طرزه كتجي داخلكم وطرزه كتجي خارجكم داكوغ، كتجي فنه لا كولور غزاله ولا بغودري كتحمق. الجلابه اللي غادي تاخديها ب 1000 درهم ناقص 50% غير 500 درهم البنات. كياسه واحده اللي كاينه في هذا الشكل هذا، يعني في هذه الطرزه هذه، هذه راه فيها شحال قلنا 33 33 في 40، وهذه فيها 32. شوفوا لي عاوتاني، شوفوا لي الفصاله، شوفوا لي الدريسه، شوف 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 هذيك بالمعلم وهذه بالراندا، هذه بالمعلم وهذه بالراندا، ودائما الطرز هنا حتى هي غادي تبقى ب 500 درهم. شوفوا لي الدرهم الخدمه كيفاش كتجي، شفتوا البنات شوفوا هنا عاوتاني كنبغي نوريكم باش تشوفوا. شوفي شوف برجمان باليد وخياطه بالماكينه، الثمن 500 درهم البنات. ايوا اختي اختاري، وانا عارفه كتحتاري ولكن ما عندنا ما نديرو لك. المهم سكريني والبنات اللي عجبها شي موديل تصيفط للنزهه مود، توصيل داخل كازا وخارج كازا، داخل المغرب وخارج المغرب، فين ما كنتي توصلك لجلابيتك اختي. تبارك كنبغيو نلبسو شي حاجه تكون سبيسيال، شي حاجه ما لابسها حتى واحد. ها جلابيتك اختي جاتي، اجي معايا اجي تشوفي يا لاله بولاتي، هاكا جاتي شوفي لي الطريزه، انا نكتب كيفاش داير. شوفي لي لاله، المهم سمحوا لي هنا غيكون شويه ديال الصداع لان هاد الوقيته تتعمر تبارك الله هنايا البلاصه الخضراء والديسير. اجي مرحبا بكم، جيبوا معكم شي كفات ونيت باش تكيلي اختي، والخضره ببلاش والديسير ما شاء الله ببلاش، والله العظيم عندهم هنا خضره غزاله. دونك البنات الطريزه كتحمق لا كولور واعره، شوفوا لي الرباطي، هذا الرباطي الوغ بالنسبه للثوب جلابه المليفه، المليفه لا لا المليفه لا البنات، المليفه ديال لونا داكوغ غزاله، ما هي لا ما هي مليفه، تتحمق واحد الملبس رطيطب ومن طول لابسه شويه لابسه حتى وحده، اتحدى شي حد يكون لابس بحال جلابيت كتلبسيها بوحدك. الفن الفريق وحتى تبارك الله المارياج دكولا لورونج عرفتي، مع هاد هذا واحد الكراميل، هذا النيود خطير مخدوم بالخضر بالخزي وبلورونج، واعره وبيان سور الحرير اللون في اللون. شوفي لي الدريس كيفاش غادي، ثلاثه د الوينات لون طريزه، وبيان سور دائما الرويضه هابطه لي لاله مطروزه، الرنده مخدومه يا البنات، بياسه تلبسيها بوحدك
حتى تلبس من الميديوم حتى الاكس لارج حتى 30 وحبسي اختي. الثمن ديال البنات ثمن هاوتا غادي تبقى 500 درهم. هادي الا طاحت عندك ب 1000 درهم ناخذ عندك 3 ولا 4. يلا غادي ندوز لك معاها وحده غادي تبقى هادشي اللي باغي ب 400 درهم كتلبسها الدوبل اكس لارج. هادي فيها البيرلاج وفيها اونتروزا. شوفوا لي كتلبس حتى الدوبل اكس لارج وحتى فليمون. هادي جلابه العيد هادي اختي. شوفي لي اختي شوفي لي الخدمه شوفي لي الخدمه ولا كولور فنه البيضه ديالي. عواشركم مبروكه يا اختي وتعيدي وتعاودي. اجي لا لا ماشي حلوه د العيد لا حنا عندنا شي حاجه احسن من حلوه د العيد. هذا الطرحاب ديال نزهه مود جميله اونلاين بكليانات جميله اونلاين. اجي نوريك اختي اجي نوريك عواشركم مبروكه من دابا. تفضلي اختي بالصحه والراحه الله يعطيك الخير. كبيدات ديالي غادي نقدموا لكم اليوم اولا دابا فضله ديال العيد بلا حزام تيحمقوا شي حاجه الخيال اني توب غزال. لا ماتيغ البنات صبني وردي ما تحتاجيش ليا الكبيده ديالي لشي حاجه بيان سور لا بغودغي شي حاجه الهبال. والثمن على قد جيبك اختي غادي تتابعك الحلوه تتابعك البغرير تتابعك التقديه تتابعك حوايج الاولاد عندك نسي ليا راسك. داكشي باش درنا الكود برومو غير 300 درهم البنات. القميص اللي داير 500 درهم 300 درهم فيه ثلاثه البياسات. هذا راه كيلبس اختي البلوجين تل 3 اكس لارج. شوفي لي طريزا شوفي لي اختي الاستراس داكشي اختي كيضوي ها ها انت باش تبان اختي الزرقاء على كدور ها انت الكبيده ديالي. هذا على قدي انا بلاني لبست لكم هذا اللي كبير باش تشوفي. وكما قلت لك لولاتي بلا حزام شوفي لي البلوروا شوفي لي اختي البلوروا حتى هو دائما زواقه جديده. والثمن حتى هو 300 درهم. هادو كادو ليك واللي عزيز عليك ها باش ما تضحكوش عندنا تقولنا راه ما كاينش حلوه بلا اتاي. انا يا لالا انا يا لالا مولاتي اختي ايها الكبيده ديالي كلشي كاين عند نزهه مود. ايوا ندقوا اتاي خويتي نقول لكم دابا درك 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 بسم الله 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 الله, الله. لا هذا تيخصو بعدا يا اختي. ايوا مرحبا بكم البنات عواشركم مبروكه. ها هو يا البنات القفيطي شفتو شفتو القميص شحال كيحمق حتى هو غيبقى بلا مان بخي. وهذا عاوتاني راه زايده فيها البنات طرزه تبارك الله اللي كتجي عريضه. وشوفي لي تشنيف وشوفي لي الرينضه يا البنات. شوفي لي اختي شتو راه مطروزه البنات. هذا لاطي ديالو حتى هو طاي ستوندار كلشي يلبس معانا والطويله حتى هي تلبس. شوفوا تبارك الله راه زايده كبيره البنات. والجميل راه بعض المرات ما تنقولوش لكم شي حوايج بحال هذا راه كله مروم باليد. بزاف ديال الجلبات اللي دوزناهم ونسيت ما قلت لكمش كاين الجلبات اللي مروم باليد المراقيه زعما في الجنان المراقيه كامله كلها باليد كلها هانتوما من الكتيف من هنا القفطان. وغادي نطلعوا ل 400 درهم 400 درهم القفطان اللي كاين دار 600 درهم حتى هو ناقص 200 درهم البنات. قفطان د العيد اختي ذكرى المولد الجمعه هذا باسبارت غزالين فيه دو بياس فيه هذا اللي مخزاني وكيمشي اكيد براندا متروز ليستراس. شوفوا البنات كي كيجيو فنين وفيه ان لارج شوا في الوينات شوفوا النقيه كامله بالجناب كامله كله كيجي كامل مروم. هذا راه كيلبس 33 34 وفيه نفس لا كولور نفس الموديل هذا 31 دونك البنات ميديوم لارج اكس لارج مخيره حتى الدوبل تلبس البنات داكوغ. وتا هو بنفس السايد كلهم هادو البنات اللي فيهم الراندا بالوينات والملاقيه بالوينات كيمشيو ب 400 درهم داكوغ. عندك شي جلابه وخاصها قفطان ولا خاصها قميص وبغيتي اختي ديري دو بياس هنا شوفي لي غير مع لي كولور. دونك هذا داخل فيه الفيولي هذا البلون كاسي توب مليفه لهنا فنه كيمشي كامل بالطريزات رقيقه وكله بلي ستراس كامل تيرتي البنات. شوفي لي شوفي لي الكبيده ديالي كي كيحمق في هذا لاطاي ديالو 31 هذا 30 اللي فيه الفيولي 33 وكاين هذا الدرس كيختلف الالوان باش سميتو هذا الفيولي. ركزوا معايا البنات مع اللوينات داكوغ. شوفوا هذا داخل فيه هذا الفيغ او علين غادي التيركوا هذا لاطاي ديالو شحال قلنا 31 داكوغ. عقلوا البنات عقلوا شوفوا لي البنات الطريزه ولا ستاس كيفاش غادي حتى هو الثمن ديالهم غادي يبقى 400 درهم 400 درهم البنات اللي فيهم 600 داكوغ. ولكن شوف غادي تلبسي قميص ما لبستش 33 هذا الاوفر سايز هذا 33 دونك هذا الغوز بيبي. شوفي لي وشوفي لي كي كيجي في اللبسه. يلا اختي صحابه 33 يبانوا حنا درنا لكم لي طاي كاملين ولكن لي كولور وهذا هادشي اللي كاين يعني اللي بغات تشوف بياسه وكما قلنا اللي بغات الجمله فيه تواصل معنا راه تخدم لك تبارك الله نزهه. اللي غزالين وفنيونين بحال هذا دي في البوردو هذا باقي جديد نزهه مازال جديد عمره ما تلبس البنات. الثمن ديالو غادي يبقى غير 20 اورو 200 درهم 4000 ريال. اجي تشوفي لي واحد القفيطين شحال غزال. شوفي لي البنات الخدمه
هذا سمول ميديوم لارج فقط البنات كيجي كله بالطرز واكيد مرشو شومبيرلاج. شوفوا البنات لا كولور ديالو بوردو كتحمق وباقي جامي بوردي. دونك اللي بغاتو تواصلوا معنا البنات الرقم حطيته لكم وغير 4000 ريال في كاينين جوج بياس. بالنسبه للخطانة البنات كما قلت لكم عندنا فيهم دو بياس، هذا تيلبس سمول والميديوم فقط البنات. هذا المستعمل مستعمل مره او لا زوج، يعني يمكن مره ولا زوج. شوفوا كيفاش كيجي، حتى هو بطريز غزال كما قلت لكم جوج قفيطنات، وراه عندها كوليكسيون كبيره. حتى هو غيبقى بنفس الثمن غير 200 درهم البنات بيان سور، بلا يعني بلا حزام ديالو. اللي بغات الحزيم راه حتى هو في البرونز. غادي تواصل اكيد مع اختي نزهه. هكا نكون وصلنا لنهايه الحلقه، غادي نختم معكم بواحد الجلابه كنا باغيين نقدمها لكم ولكن خداتها السيده بالصحه والراحه. دونك خليكم معنا وما تمشيو فين. عاود ناكد لكم البنات القفيطنات، القفطان هذا مستعمل سمول ميديوم 200 درهم، واللي قبل منه راه باقي جديد. صافي يلا اجي نختموا الحلقه، ومننا كنقول لكم عواشركم مبروكه، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. البدايه ديال جميله اونلاين. هكا نكون وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا لكم كاملين، ما سخيناش بكم ولكن هذا هو الجهد. قبل ما نختم البنات بغيت نقول لكم هذه الجلابه اللي كتحمق بالصحه والراحه لالا مولاتي، خدعتها السيده البنات. المهم اللي بغات بحالها غادي تكومونديها عند اختي نزهه واكيد غادي تصوبها ليك. القميص ديالها المهم كيبقى لكم الاختيار نتوما، واش بغيتو بلا موسلين، واش بغيتو بطروز، واش بغيتوه بغي بطريز سامبل، ولا داكشي كيبقى اختيار ديالكم. ما شاء الله السيده خدعتها هكا. بالنسبه للطرز اللي فيها نزهه، هذا الطرز مجروح رباطه مجروح. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هاد الطريزه هادي، هذا الطرزه كتكون مطروزه يعني بالوليدات، وتيفتحوها تيجرحوها فاش تحل الوليدات تتسمى طرز المجروح. لا لا جرح يا اختي، قلب شي واحد ديال القبيده ديالي. ان شاء الله بالافراح والمسرات تدخل عليكم ذكرى المولد النبوي لكم ولوليداتكم للناس كاملين، زياده الرزق ان شاء الله والصحه والسلامه. وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا بزاف اختي نزهه، شكرا للبنوتات اللي معنا، شكرا صديقتي العزيزه الغاليه فاطمه. وهكا نوصلوا للنهايه، ونختموا دائما بخير الكلام اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش دائما ميم هاو ميم اندرو سيغ ما شين، كنحماق عليكم، باي باي.